إذن صباح النور. اليوم سنتحدث في المحاضرة التابعة عن وجوه فنية بارزة في عصر النهضة. إذن في هذه الفترة استطاع مجموعة من الفنانين أن يقوموا بإنجازات ومهارات متميزة في هذه الفترة، وهم متعددون بطبيعة الحال، ولكن لا يمكنني أن أقف عندهم، ولكن اخترت منهم المتميزين، وأولهم هو فيليبو برولانسكي الذي عاش ما بين 1377 1446، وهو مهندس معماري ورسام ونحات من عائلة من الحرفيين، كانوا يزاولون حرفة المجوهرات، وكان يمارس هذه المهنة، ثم فيما بعد أصبح من أشهر المصممين المعماريين في فلورنسا، وكان يعمل في التخطيط الحضاري. قد درس فنون العمارة الرومانية القديمة وأحيا البعض منها في فلورنسا، خاصة في كاتدرائية المدينة التي بنيت آنذاك وهي كنيسة القديس بطرس. برونسكي هذا حاول أن يخلق مدرسة انتمى إليها العديد من المعماريين في تلك الفترة، وابتكر آلة خاصة لمساعدة في بناء كاتدرائية فلورنسا. وقد قام بطبيعة الحال بعدة مشاريع معمارية، وخاصة أذكر دار الأيتام، والعمل المتميز في فترته وهو تصميم قبة كاتدرائية فلورنس أو كاتدرائية سانت ماريا فلوري، وهذا العمل بطبيعة الحال هو الذي أعطاه شهرة واسعة، لأنه اعتبر تحفة معمارية ومثالا رائعا في فن العمارة في فترته. إذن هذه الكنيسة بنيت تبعا للطراز القبطي التي تأثرت به العمارة الأوروبية في منتصف القرن الثاني عشر، وحاول برونسكي أن يضيف إليها قبة مدببة بنيت بعد وفاته بطبيعة الحال، وأتمم البناء حسبا للتصميم الذي خططه، وقد انتهى من بنائها إلى سنة 1466. وهذه القبة كما قلت التي عبرت عن فنه واعتبرت من روائع عصر النهضة. إذن برونسكي هذا حاول أن يعتمد على المبادئ الجمالية والهندسية والرياضيات والعمارة الهندسية، وكان مهتما بتشييد المباني الدينية خاصة، وكان يحترم ضوابط الهندسية أو القواعد الهندسية، وحاول أن يعتمد في بناء هذه القبة على البونتيون الذي كانت به أكبر قبة غير مدعمة في العالم، واعتمد على هذا الشكل وحاول أن يطبقه في هذه الكاتدرائية أو كاتدرائية فلورنس التي شيدت سنة 1296. إذن برونسكي هو الذي بنى قبته المثمنة الشكل، وتعتبر من أقدم القباب في فلورنس، وطبيعة الحال لها واجهة رخامية متميزة ورائعة ولوحات جدارية ملونة بالداخل، ثم أنها دائما كانت مثيرة للإعجاب، وطبيعة الحال كانت فضاء للبابوات، وكانت مشهورة في إيطاليا في فترة عصر النهضة حاليا كذلك، لأنها تعتبر من الآثار التي يجب زيارتها في إيطاليا. إذن أمر هنا إلى وجه آخر، هو دوناتو برامونت الذي عاش بين 1444 و1514. هذا الفنان له الفضل أنه مؤسس أولا مؤسس عصر أو النهضة العالية، عصر النهضة العالية لهوت رونيسانس. كان رساماً قبل أن يكون معمارياً، وحاول أن يدرس أعمال فيليبو برولانسكي وأبنى في العديد من المجالس المعمارية، وكذلك في العديد من المسائل التي لها علاقة بالعمارة الهندسية، وقد دخل في خدمة البابا جوليوس، ثم حاول أن يعطي للعمارة شكل جديد أو بناء جديد للكنيسة، وقد وضع تصميم مغاير أو تصميم جديد،
وهو الذي كذلك أعطاه شهرة. وهذه الكنيسة كان يرغب فيها هذا البابا لتكون ضريحة له بعد وفاته. كانت بداية الأشغال فيها سنة 1506 بطبيعة الحال. برومانتي هو الذي فاز بمشروعه، وهي تفوز بتصميم أو تتميز بتصميم له أصول هندسية معروفة وقواعد أساسية. وهذه الكنيسة كذلك برزت بمعالمها الفنية والدينية، وشكلها انتشر إلى باقي مدن الدول الأوروبية والمدن الإيطالية. وبطبيعة الحال أبانت كذلك عن الإمكانيات الإبداعية التي تميز بها هذا الفنان في هذه الفترة. هذا الفنان الذي أتحدث عنه كان كذلك نحاتا، واعتمد على البرونز والخشب والطين إلى غير ذلك، وحاول أن يعتمد على أساليب الكلاسيكية القديمة في أعماله، وخلف بطبيعة الحال تحف معماري كذلك أذكر منها لوحة المسيح في العمود، ستجدون الصورة في الدرس المكتوب. ثم كنيسة بطرس التي تحدثت عنها، وهي مثال كلاسيكي للنهضة الفنية، وهي مبنية على شكل صليب مفتوح بقبة ضخمة، وكما قلت أعاد تصميمها هذا المهندس. وتتميز بطرازين، طراز عصر النهضة، أو تتميز بطرازين في عصر النهضة، إحياء وتطوير الأساليب القديمة، ثم طراز الباروكي الذي كان مشهورا في القرن 16 و 18، وعرف بالزخرفة وكذلك بكثرة المنحنيات. إذن هذه القبة تتميز بطرازين كما قلت، طراز عصر النهضة وطراز الباروكي. إذن هذه الكنيسة تعد ضريح بطرس، وقد دفن فيها فيما بعد أغلب البوابات، وتضم كذلك تماثيل وأواني وملابس، وتعد معلمة متميزة بإبداعات عصر النهضة. أمر الآن إلى فنان آخر وفنان شهير بكثرة في عصر النهضة، وهو ليوناردو دوفانسي الذي عاش بين 1452 و 1519، ورائد من رواد عصر النهضة، فنان امتهن الرسم، كان يحب النحت، المعمار، الرياضة، الهندسة، يهوى الأدب والموسيقى والشعر والجيولوجيا وعلم وظائف التشريح. درس الفن في فلورنسا، التحق بوظيفة لدى دوخان ميلان سنة 1482، وحاول أن يواصل دراسته في ميلان، وكان مهندسا بطبيعة الحال وله مواهب فنية متميزة. ثم رسم أو ترك رسومات مهمة ولوحات متميزة، وأشهرها كما تعرف جوكوند أو الموناليزا. إذن هذا الفنان وضع كل طاقات في الرسم، وهذه اللوحة لوحدها استغرقت 4 سنوات، وهي رائعة بطبيعة الحال، وهي موضع إعجاب ونقاش، لأن تلك الابتسامة الغامضة وتلك القصة التي رسمت بها تلك اللوحة لا نعرف عنها الكثير، وهي بطبيعة الحال الآن موجودة في متحف اللوفر بباريس. وهذا الفنان كذلك اشتهر بلوحات أخرى، أهمها لوحة العشاء الأخير سأتحدث عنها فيما بعد. ثم حاول أن يعتمد في لوحاته على الإرث الإغريقي والروماني في الرسم، واعتمد على الواقعية والدقة والطبيعة والإنسان والمعايير المتقنة إلى غير ذلك. إذن ليوناردو دافنشي يعتبر كما قلت رائد من رواد عصر النهضة، فنان، نحات، رسام إلى غير ذلك. كلف إنجازه أو كلف بإنجازات متعددة ومشاريع، وله اختراعات تحدث عنها المصادر والمراجع تخص الآلات الحربية وآلات الطيران والتشريع والهندسة إلى غير ذلك. ولكن كما قلت تبقى لوحاته المشهورة في الرسم هي المشهورة
أو هي المتميزة، ومنها لوحة الموناليزا كما قلت، وهي أشهر لوحة في العالم، يمكن القول أنها لوحة متميزة. ثم لوحة العشاء الآخر، ولها طابع خاص، وتوجد على جدار في أحد الكنائس، وطبيعة الحال حاول من خلالها هذا الفنان الاعتماد على الضوابط والقواعد والرسم بشكل متميز جدا. وطبيعة الحال هذه اللوحة كذلك نسجت حولها أساطير مثيرة للجدل، لا يمكن أن أتحدث عنها في هذا الدرس. والمهم أنها لوحة جميلة، ولوحة رسمت بواقعية. إذا هذه هي المحاضرة السابعة، وقد اخترت لكم كما قلت نماذج من، لا يسعني الوقت أن أتحدث عن فنان آخرون، منهم ميشيل أنج الذي ترك كذلك هو الآخر رسومات جميلة في الكنائس، ولكن أكتفي بليوناردو دافنشي وبرومونت، وكذلك ببرونسكي. إذن أتوقف إلى هنا، وأتمنى أن تكون هذه المحاضرة مفيدة في الوجوه البارزة المتميزة في حقل الفن.